السلام عليكم يا جماعة الخير من قلب جزيرة الكايو باريكو في مقطع الأحلام يا جماعة. بهذا المقطع عندنا تحدي خطير أتوقع شفته بعنوان المقطع يا جماعة. رح أسوي هذا التحدي مع بارو يعني الآن يا جماعة الخير. والله العظيم إني متوتر بشكل مو طبيعي. عندنا يا جماعة الخير مبلغ جدا محترم نفجر فيه باكيجات اليوم، ولكن في عندنا تحدي بالموضوع، يعني رح يكون في بارو موجود وأنا بنفس الوقت، كل واحد جالس يصور مقطع بنفس الوقت يا جماعة. اللي حاب يشوف مقطع بارو موجود طبعا. الفكرة شباب بكل اختصار إنه رح يفجر باكيجات، اللي يطلع له السيارات بالآخر، السيارات هذه رح نجمع الفلوس اللي طلعت اسعار السيارات. من شو هالشغله الفكره؟ راح نجمع يا جماعه الخير اسعار السيارات، بالاخير يطلع معنا حاصل، هذا الحاصل اللي بيكون اكثر من ثاني راح يكسب. بكل اختصار يعني مو فلوس اللي يطلع من الباكيجات ابدا، السيارات فقط واسعارها يعني، تمام؟ فانا ممكن يطلع لي سياره مثلا سعرها 30 مليون، سياره واحده اهزم باريو، قضيت عليه بكون يعني. ولكن قبل لا نبدا يا جماعه الخير لا تنسوا زر لايك، جدا مهم انك تشترك بقناتي يا عزيزي. اللي حاب يسجل معنا راح اشرح الكلام بشكل جدا مبسط، شلون تدخل معنا السيرفر يعني تنضم الى الفاميلي ايضا. هذا مقطع اشرح لك كل شيء بشكل جدا سريع. راح تضغط على الرابط الموجود بالوصف، راح وديك مباشرة لهذه الصفحة الأسطورية. راح تضغط هنا على ستارت بلاينج وراح تختار الانجليش 3. راح يمديك تحط اسمك، اسم العائلة، وايضا تحط ايميلك في هذا المكان، وتحط كلمة سر وتعيد كلمة السر وتضغط هنا على ريجستريشن. ورا ما تسوي هذه الامور راح يحمل معك لانشر خاص باللعبة، ويمديك تدخل وتبدا حياتك وكأنك عايش في الحياة الواقعية، ولكن تتقمصها داخل هذا السيرفر الأسطوري. فايش تنتظر يا عزيزي؟ الرابط موجود بالوصف، يمديك انت الان تدخل وتستمتع مثل ما انا جالس استمتع من مدة جدا طويلة. ابيكم تخمنون بالتعليقات كم راح نفجر باكيجات اليوم يا جماعه، اللي راح يكتب 200 دولار 300 400 500 600 700 800 900 كله غلط غلط حرفيا غلط. راح نفجر باكيجات بقيمه ولا حتى 1000 يا جماعه، والله مو 1000، شوفوا كم يا شباب 1008 دولار مو 1000 1008 ما لي دخل يا شباب. صدقون ايش يا جماعه الخير، عندي استراتيجيه جدا خرافيه اسوي فيها علشان اكسب سيارات حلوه نوعا ما. هذا المقطع راح يكون فقط تفجير باكيجات طبعا، ما راح نسوي اي شيء ثاني يا جماعه، لان كذا فكره المقطع مجرد تحدي سويناه. اتمنى انه ينال اعجابكم عشان نسوي تحديات اكثر. باريو ايوه شو باري جاهز؟ جهز نفسك انت محاصر، انت جهز نفسك باري، بدك تجمع لي سياراتك كلهم على بعض، ما راح يطلع 10 مليون حبيبي. انا سياره 10 مليون شو؟ سياره واحده راح اجيبها راح تهزمك هزم باري، راح تدعسك دعس. رح محمود اي نعم دير بالك حبيبي، انا فايت باول يوم. ايه انا فايت باول حبيبي. أنا الحظ فايت. ليك 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 التاريخ يحكي، التاريخ بيحكي عن حظوظنا. حظك معفن، حظي اسطوري، حظي معفن، التاريخ التاريخ بيحكي. ما دخلني ما دخلني. اوكي اوكي تكلم كثير باري، ما يتكلم اولا يتكلم اخرا حبيبي، تمام؟ اوكي اوكي فتح باكيجاتك، ركز لي وضعك كله. عندي استراتيجيات بدي ادعسك فيها دعس مو طبيعي اليوم، طول بالك رح تشوف. استراتيجيات شو؟ استراتيجيه خرافيه رح تتبعها وان شاء الله. محمود تعال نحكي عن الاستراتيجيات تبعتنا، شو رايك اول ما نبلش المقطع؟ ما هو هيك انا يعني شو بدك احكي لي؟ ما بدي افضح استراتيجيتي يعني، بعدين بتسرقها مني حبيبي. عندي استراتيجيه حلوه نوعا ما بدي تبعها حبيبي. انا حظي اسطوري بس هيك جايب حظي وجاي اليوم. اوكي اسمع 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 تعال لك هي نحط هدف على سياره نحاول نجيبها انا وياك ولا لا؟ لامبورجيني السيان اللي بيقدر يجيبها هي السياره بالتحديد. أوه. هي بتصير دبل سعرها يعني. اوه ماي جاد لامبورجيني بس هي السياره 0.1% باري شبك باري ما دخلني واحد. اي والله عادي اوكي بس نجمع سعر السياره كذا بصير دبل بس قبلت. السياره دبل قبلت اعتبرني تصفحتك تمام يلا, يلا جاهز جاهز يلا روح شد يلا سلام سلام رايح افجر ام الباكيجات بس باي خلص باي. حكيني باللعبه هيك رساله. اوه ماي جاد يا جماعه الخير بدينا يا شباب بدينا اقسم بالله. باري جالس يقول لي لامبورجيني سيان، ايش رايكم نفتح الباكيج من البدايه يا جماعه نحاول فيه كم وحده يعني. التحدي هو اللي بيجيب هي تقريبا راح يكون كسب، لان هذه السياره يا جماعه 0.1%. تدرون ايش راح افتحها الان بحظكم كلكم اللي تعملوا المقطع يا جماعه. تخيلوا كذا نكسب سيارة مثل المرة الماضية، والله راح انبسط كثير يا شباب والله. بس ما نعرف يعني احنا وحظنا الان. اوكي انا عندي الجراج فاضي مو على الفاضي، الجراج فاضي مو فاهمين يعني اشوك يا جماعه ايزي والله. 1000 دولار يمكن 1000 دولار كم ممكن تفتح من هذا الباكج كمان مرتين يا جماعه. اوكي هذه بحظ باريو، باريو هذا بحظك، نفتح بحظ باريو. انا ضد باريو، كيف صارت هاي ما بعرف يعني، بس ما علينا. لا واضح بدايه تبشر بالخير يا حبيبي. ايش عندنا السيارات كمان يا شباب؟ ما اخبي عليكم انا ودي اجيب ذا الهامر يا جماعه. هذا الهامر كان مع هاني يعني، هاني طلع له ذا الهامر اسطوري والله. تعال نحاول فيه كم مره. اوكي هذه مره بحاول فيه 4 مرات يا شباب ب 20 جراند كوين يعني، تمام؟ ليتس جو. يا ربي سياره الهامر يا اخي، ما بدي اسمع هذا الصوت يا جماعه، والله مزعج ذا الصوت، ترى يطلع لك كل شويه فلوس، ما بدنا فلوس. تدري ايش؟ واحده اخيره الان يا اخي تكفى اعطيني. ايش في عندك باكج فيه سيارات؟ ممكن انت تبي سيارات، ممكن ركز انك تبي سيارات ما تبي شيء ثاني. نفتح البوغاتي بوليد يا جماعه مرتين. يا ربي بوغاتي بوليد يا اخي اعطوني سياره مو طبيعي يا شباب، ايش ذا الحظ؟ لا 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 كذا كذب، المره الماضيه كسبت كثير سيارات منه، ليش هالمره لا يعني؟ الله يقهر شباب والله بنقهر بعدين الان. شكله راح اروح داخل البيت يا جماعه، راح اروح للجراج كذا شويتين يعني، خليني كذا بالجراج الفاضي. شوف الفضاوه هنا، معقوله تشوفوني الفاضي هنا الجراج وما تعطوني سياره؟ معقوله يعني؟
يا الله فتحت مرة ثانية ما طلعت لي يا شباب. فتحنا بمية إلى الآن ما في سيارات يا جماعة، ولكن لا نستسلم أوكي. أنا متحمس أعرف باري شو طلع له الآن. والله باري لو الآن طلع له شغلة. بوكاتي ديفو، يلا نحاول بوكاتي ديفو يا جماعة، فرصة مناسبة نكسبها الآن. بفتح منها تقريبا 10 فتحات أوكي، لسكو 10 فتحات ب$60. يا رب. الله تكفى سيارة، أول سيارة معنا اليوم ايش راح تكون؟ لا يا البانشي المعفنة لا. راح اصف السيارات اللي اكسبهم كلهم في هذا المكان طبعا يا جماعة عشان تعرفون يعني. هذه اول سيارة معنا اليوم اوكي. كم سعرها؟ خلينا نشوف. 1.5 مليون. اوكي 1.5 مليون احسن بلاش، والله احسن. ما اعرف باري ايش طلع لك الى الان، بس اتمنى انه ما تكون هزمتني الان. والله ما ادري شباب باري ايش يكون طلع الان. زاك تكفى كسبني البوكاتي ديفو زاك. الله عليك يا زاك، تكفى زاك سيارة حلوة. لا او ماي جاد. اوكي اوكي اي ويل تيك ات. اوكي نايس نايس. حلو حلو شباب حلو. والله الله مبسوط والله. الرخصه هذه مع حظ زاك يا عمي، والله خليط اسطوري والله. كفو يا زاك كفو. هذه السياره الثانيه يا شباب. يا ساتر يا ساتر، كم سعرها؟ 4 مليون. ليتس جو. صعب صعب جدا يطلع لك سيارات يا جماعه، انه كذا ايزي والله ايزي والله. كفو. نفتح منه مرتين لسه ليه ما لا؟ لسه بفتح من 10 مرات والله، 10 مرات حلفت يا شباب اوكي. بوكاتي ديفو تكفيني يا بوكاتي ديفو. الله سيارة ثانية، لسه سيارة. وات ذا هيك. اوكي انفيرنوس. اوكي اوكي شباب ايش يصير معي؟ كسبت 3 سيارات ورا بعض مدري كم، ايش في؟ هذه انفيرنوس كمان شباب. يا حبيبي الحظ، انا يا حبيبي الحظ اللي مولع. كم سعر هذه السيارة؟ تكفى 3.5 مليون. ليتس جو باري، والله لشقك شك والله. العبي الجراج بالكامل سيارات يا جماعة الان ان شاء الله. تكفى يا تكفى، خليني اوقف انا يا شباب كم مرة. اقسم بالله اسطورة والله. يلا كمان واحدة تخيل. مو كل مره خلاص يعني، انت سويتها الان. تعال نجرب حظ عيسى 400 يا جماعه الخير. والله عيسى ما اجرب حظك ما ادري ليش والله. عيسى هذه عيونك يا عيسى، تكفى سياره. الله عليك يا عيسى يا اسطوره. يا عيسى يا اسطوره كم؟ اوه بانشي يا رجل، ايش ذي البانشي يا شباب. اوكي ما عليه ما عليه، انا قبلت والله. انا راضي شباب، انا راضي والله. شوف جالسين يجيب سيارات معاي شباب، سياره اولى ثانيه ثالثه واربع سيارات صار معاي شباب. انا رحت وجبت المشروب السحري اللي انا، هذا المشروب هو اللي راح يكسبني كل شيء صدقوني يا شباب. لك الان هذا المشروب شفة منه راح تكسب سياره على طول. تعال نجرب يا جماعه، ولكن تعال نجرب على الباكج فيه سيارات نوعا ما هذا الباكج اوكي. تعال نشرب شفة ونجرب ها. اوكي خسرنا بس ما علينا. طيب بوكاتي ديفو حاولنا فيه. اوه روز رايز تبعي شباب، باكج هذا الاسطوري بدي فيه هذه السياره. روز رايز ريث، تكفون يا شباب دي السياره يا ربي. ليتس جو. محاوله الاولى باءت بالفشل. اوه يا قلبي. محاوله ثانيه كلها 16 مع ايز بيز والله. 500,000 نايس والله، صرفت كثير على هذا الباكج. معي يطلع لي هنا، يطلع لي تبع 6%. اطلع شوي لفوق. طيب عطني اي سياره، عيب عليك والله. لعيون كل شخص يتابعني الان يا شباب يا ربي. الله اكبر يا سياره، ليتس جو يا سياره. ايش راح تكسب الان؟ لا ايش دي السياره الشلاجن يا جماعه، تكفى شلاجن. شلاجن ذا اللي طلع معاك كسبني ذي يا شباب. 4.5. يلا اوكي احسن من بلاش يعني، على الاقل سياره يا جماعه. 4.5 مليون. ليتس جو 4.5 مليون. والله حلوه نوعا ما يعني، كاني بديت يا جماعه اشطح وابي الروز رايز ريث الان. الله يا ربي اكسبها يا ربي روز رايز ريث يا اخي. راح اخذها شباب بس يعني والله قهر، ليش ما يطلع صوت بعدين يعني؟ بالله هذه السياره تعتبروها هذه؟ يا حرام والله حرام يا شباب، اقسم بالله قهر. المهم عبينا صف كامل من السيارات، عندنا 6 سيارات يا شباب. او ماي جاد، هذه اتوقع 7 مليون سعرها، ما ادري 6. ايه باريو. ايوه. كم صرت هلا باقي معك جراند كوين؟ خلصوا. كذاب. والله العظيم. انا باقي معي 500 ترى. كم ربحت شيء ولا لا؟ يا زلمة ما عم بربح شيء انا يا زلمة. ما راح اخبركم ايش خبرني يا جماعة، راح تشوفوا المقطع عشان لا احرق اوكي. راح اشطح يا شباب ايضا على الروز رايز هذه. يا اخي بس الروز رايز يا اخي تكفى. والله ما ادري بجيبها يعني، بجيبها الروز رايز اليوم، بجيب سيارة الاحلام بجيبها. انا ما جلست افتح على الفاضي، ابي الروز رايز انا ابيها يا جماعة. والله غش والله، ترى بزعل والله، انا بزعل. روز رايز تكفين. 16 ما ادري ليش، انتم ما تعرفون قيمة هي السيارة عندي، هي كانت أول سيارة بحصل عليها بالسيرف الأول تقريبا. اجرب البوكاتي بوليد كمان مره يا شباب، بلكي نكسبها الان. او هذه السنتينارو يا جماعه، يا ربي يا ربي. تكفون سياره، ليتس جو سياره يا بوكاتي بوليد. يا اخي التيزر اكت، ليش التيزر اكت؟ من متى التيزر اكت ما لها صوت؟ هذه مفروض ليش لها؟ اوه ماي جاد يا جماعه، اوه ماي جاد يا شباب، والله قهر والله. فشباب هذه التيزر اكت، تعالوا نشوف كم سعرها يعني. راح يكون سعرها تقريبا كم؟ 4.250 مليون. لاحظوا الان يا جماعه، الى الان ما طلعت لي السياره اللي انا ابيها، اللي انا اطمح لها، اللي انا احبها يا شباب اوكي. شيء مؤسف بس اوكي ما علينا، راح نحاول اكثر تمام. لازم نطلع هذه السيارتين، لازم ولا بد، هذول راح يكسبون يا جماعه تكسيب العمر الان. يا رب تكفون يا جماعه بحظي انا. الله سياره كمان، تكفى بوكاتي بوليد او سنتيناريو.
يا جماعة اقسم بالله قهر، ايش ده الغباء؟ اثنين من نفس النوع ورا بعض، تزرعك تزرعك، والله عيب عليكم والله. بس حلو حلو تطلع السيارات، يعني كذا انا بكون كبرت فرصتي للفوز اكثر يا شباب نوعا ما. والله قهر يعني، والله لازم بفتح منه اخر مره يا جماعه. سيارات ورا السيارات، اذا الان ما طلع لي بوقف من هذا الباكج. سياره كمان، وثلاث سيارات ورا بعض. الله، اوكي اوكي اوكي، ايزي بيزي والله، ايزي بيزي. اوكي فيراري هذه اللي معي منها 99 مليون وحده يا شباب الان. ثلاث سيارات ورا بعض بنفس الباكج، لا لا كذا كثير والله، والله كذا كثير. مع العلم هذه كم سياره يا جماعه؟ هذه تقريبا 5 مليون و500. يا ساتر. اف 8 يا ويلي يا جماعه، شوف كم، 1 2 6، معي منها 6 يا شباب، صار معي منها 6. نفتح كمان مره يا جماعه مرتين من هذا. اوكي نبي الروز هذه، يلا مرتين، يلا مام كالو انت اليوم طامح لها، لازم يعطوك اياها. والله عيب، والله والله عيب ما يعطوني اياها، والله العظيم عيب يا شباب والله. تكفى يا ولد تكفى، او ماي جاد، ليتس جو ليتس جو يا ولد. اقسم بالله يا شباب طمحت لها من زمان، يا الله كم اني عانيت يا جماعه، والله الفرحه الان اسطوريه والله. اقسم بالله ما نفسي صدق طلعت لي، وات ذا هاك شباب، كسبنا الروز رايس هاي، واخيرا جد. تعالي القبيله، تعالي لف العشر على طول، تعالي تعالي يا الفخامه، تعالي يا ويلي يا ويلي يا جماعه. اقسم بالله ما مصدق لك، الروز رايس طلعت لي، واخيرا سياره الاحلام، سياره اللي اعشقها يا شباب، اعشقها عشق مو طبيعي. كانت معي بالسيرفر الاول يا جماعه، كنت كذا حاططها عندي بال الله، ما بدي اتكلم. شوفوا كم سعرها يا جماعه، شوفوا كم سعر، مستعدين؟ 7 مليون سعرها بس، يعني تامينها ايزي، ما كنت اعرف كذا تسوى كمان. اوكي عندها مجال نوعا ما. بس اكثر شيء يعجبني فيها ضخامتها، كبرها واللون الازرق اللي بالداخل العميق الفخم. شوف الفخامه، ما عندك تتخيل اكثر من كذا فخامه. ما في روز رايس هذه يا جماعه، روز رايس والله العظيم، ما بتكلم الان. 7 مليون يا ولد انت بوكيت، والله 7 مليون والله. اوكي شباب نطمح للتواتارا اس اس اس. تواتارا بفتح من هذا الباكج 20 مره يا شباب، اوكي 20 مره 10 مرات من هذا الباكج، يا ربي سياره على الاقل. انا راضي تطلع لي اس اس سي تواتارا، تكفى اس اس سي بس يا جي تي اس يا ولد، ايش ذا الغباء؟ يلا قلنا سياره يا جماعه، مو موسى يعني، سياره سياره، اوكي سياره، مبسوطين نحن نوعا ما، ريلاكس كالم داون يا حبيبي، على الاقل راح نكسب التحدي ان شاء الله الان. مليون سعرها بس، والله راح اكسب دي شباب، واخيرا اللي تنحط على الكتف، اقتربت جدا من هذا الفوكس اللي بعته ب 7 مليون على وقتها يا جماعه. طيب ايش افتح كمان؟ عندنا ذا الباكج يا جماعه، في سيارات فخمه نوعا ما، والله يمديني اطمح لذا الباكج يا جماعه، ايش رايكم الان؟ 40 جراند كوين، راح ابدا اشطح يا جماعه الان فقره نفتح السيارات الفخمه، في عندنا باكجات جدا فخمه، عندنا البوغاتي فيرون فيها سيارات حلوه، هذه السياره فخمه جدا يا شباب، عندنا هذه السياره الباكج هذا، ممكن افتح منه كمان مره يعني مره مرتين كذا ما يضر، تخيل اكسب دي والله بكون دعست باري وسحق سحق سحقتك سحق يا باري بكون، بس راح احاول بدايه يا جماعه. البوغاتي السياره السوداء 40 جراند كوين، لا تقول انك ما راح تكسب شيء، لا نشوف السياره الفخمه اللي راح اكسبها الان. لا فكرت حالي كسبت، والله فكرت حالي كسبت، اعطاني شغله من تحت، اوكي ما علينا. اوف والله فلوسي فجاه نقصت يا شباب، طار نص الفلوس والله حرام والله. يا جماعه ايش رايكم نفتح 10 مرات من هذا الباكج؟ لزقوا 10 مرات سبامات ورا بعض لين ما يطلع الان، اوكي؟ احب اتلزز بالباكج نوعا ما، بس اذا كان يضطر اني اسوي سبام عشان اكسب البوغاتي ديفو ما راح اخسر ابدا. سياره يا رب البوغاتي ديفو، يا رب البوغاتي ديفو. لا يا اخي لا تطلعي لي انت، لا تطلعي لي، لا لا ليش يا اخي ليش، يا الله اخ يا قلبي اخ. يا جماعه كسبنا كمان البي ام هذه مره ثانيه يا جماعه، هذه البي ام هنا وهذه البي ام هنا الان، باقي افتح مرتين عشان يعني معي 12 يا شباب، ليتس جو مرتين الان. مره والمره الاخيره راح تجي الان مباشره، ليتس جو مره كمان، سياره كمان، تخيلوا بوغاتي ديفو يا شباب والله ما بصدق. اوكي اوكي لامبورجيني افنتادور، لامبورجيني افنتادور، ليتس جو لامبورجيني افنتادور. هذه خلاص اتوقع باري انت خسرت، انا ما ادري شو طلع باري والله العظيم يا جماعه، انا باري اتوقع اني سحقتك سحق شاسع فاسع. 5 مليون سعره، اوكي بس والله نايس والله، 5 مليون يا رجل، والله ديم والله يا شباب، والله ديم والله. يا ساتر بوغاتي ما طلعت لي الان، بحاول بذل الباكج مرتين يا جماعه، مرتين ليتس جو يا ربي. فينينو لامبورجيني فينينو، تكفو لامبورجيني فينينو مرتين يا شباب، هذا الباكج ما يوثقني ابدا نوعا ما، بس انا عجبني الفينينو كثير، هذه جدا عشقي فيها، يا ربي فينينو يا ربي يا ربي فينينو يا ربي فينينو. يا اخي الشلاجن هذه راح ابيع ولا اسويها ولا لا؟ بجرب 30 كويك انيميشن، لا ما نبي ذي، ما نبي ذي كمان مره، ما نبي ذي كمان، ما نبي ذي كمان، لا غاب غاب غاب، ما ابي ما ابي اندمت والله ما عاد ابي. جي كلاس شباب، جي كلاس بحاول بالجي كلاس بكل اللي معي، 100 دائما يبقى معي 100 بحاول فيها الجي كلاس لطال العمر والدهر. كذا يا شباب هذا بيكون اخر باكج معانا لليوم، يعني خلصنا الجراند كون، صار معانا صفر يا شباب صراحه.
انا جدا سعيد بهذا الاداء اللي سويناه يعني نوعا ما. الان شباب خلصنا تفجير الباكجات بشكل كامل، وراح اعمل مقلب بسيط في باري، وحطيت بعض السيارات اللي كسبتهم في هذا المكان الشباب، 3 سيارات والبقيه كلهم راح اقول لباري هذول طلعوا لي، اللي ما ادري الكذاب والله هذول طلعوا لي، والله لازم طلعوا لي، هذا بالفعل طلعوا لي هذول يعني. ولكن شوفوا الاساس هنا يا جماعه، اوه ماي جاد يا سيارات، اوه ماي جاد. راح نحسب كم طلع المبلغ النهائي، دون ايش راح احسبها الان معاكم اوكي. خليني احسبها وارجع لكم، بفتح كل سياره بسجل على هنا. 4.5 زائد زائد 1 زائد 2.5. يا ساتر شباب والله سيارات كثيره، والله شو احسب الكل والله. شباب ابيكم تخمنون تحت بالتعليقات كم تتوقعون مجمعين مبلغ الى الان اوكي، كلكم خمنوا تحت يا شباب، نبي نشوف المبلغ المجمل كم يعني. خليني اشوف من راح يجيبها صح بدون غش لو سمحتوا يعني. اخر سياره معانا هنا يا جماعه اللي هي هذه، كم كان سعرها؟ تقريبا 5 مليون يوم. المبلغ المجمل يا جماعه طلع معاي، كلكم خمنوا بالتعليقات يا جماعه. جمعت مبلغ وقدره الان 55.700 الف يا جماعه، 55,700,000 يا شباب. يا ساتر والله مره كثير والله. الو باري والسلام عليكم. الو الو الو، انت بالكايو باريكو عم تفتح باكجات صح؟ ايه خلصت تفجير يا زلمه. شو الحظ السيء ولو مو طبيعي الحظ كم سيء كان؟ حظك سيء؟ كثير سيء يا زلمه والله، بس ايدي اذا سيء بالله عليك. شوف لا عن جد اسمع، شيل المزح شيل المزح. انت شو كم سيارة كسبت؟ شيل المزح. انا ما طلع كذاب. 9 والله 9 وات 9 والله. كم سيارة انت كسبت؟ معي 3 سيارات انا كسبت. وات؟ ليكني حاطهم هون قدامي 3 سيارات. طيب السؤال هلا راح افرجيك يعني كم المبلغ انت جمعت؟ كم جمعتهم؟ ايه جمعتهم المصاري. كذاب اسمع، انت برا الكاي بيريك عندي برا؟ راح اجيك راح اجيك. والله كم طلع المصاري مجمعين يا زلمه؟ انا ما طلع لي شيء ولو 23,700,000. 23 مليون يا زلمه؟ ايه ايف سوري دقيقة، 23,700,000 كل فلوسي. 23 وينك انت؟ انا بالكايبر مو موجود انت معي. ايش هو الحظ اللي عندك باري مو طبيعي؟ ما شاء الله يا الحظ يا حبيبي، انا شو 3 سيارات بس طلعت لي. خبيث انت والله خبيث، بربك كم سعر ربحان؟ باري ما انا لدرجة انه السيارات ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. يا ريت 9 يا ريت 9 والله مو 9 ولو كم؟ ربحت شي 15 سيارة. بالله عليك. اي والله العظيم ما بعرف كم سيارة بس كثير كثير باري كثير. انا جمعت المبلغ. هلا والله باري انا جمعت المبلغ. هلا شي 15 سيارة ربحت باري ورا بعض. 15 ورا بعض. ايه انا عم بتسلى طق طق، وحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه ورا الخامسه. احزر كم جمعت بالمبلغ السيارات، هات لك رقم. كم؟ 55,700,000. بالله عليك. ايه والله العظيم 55. والله لا بدي اشوف المقطع اول. بتشوف المقطع وبتشوف الحظ بس والله كيف هيك؟ طيب انا فاتح ب 1000 ما طلع لي غير 9 سيارات. كلهم مكررين. بس شو السيارات طلعت لك طيب؟ شو سيمونيلز 4. باري مبروك عليك، تحدي كان حلو صراحة، استمتعت. جلدني والله. كم فلوسك على اليمين؟ كم فلوسك؟ 10 مليون. 13 مليون حتى بهي جلدتك كمان 13. لا لا أنا 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 عملت انشورنس لبيتي يا حبيبي، أنت كانوا 13 شوية. طيب باري هلا أنا وقف قبل ما تعمل شيء باري، اسمع. رح نصرف 5 مليون أنا وأنت هلا. 5 مليون. تعرف على شو؟ على شو؟ باكيجات السيارات بالفلوس، جاهز؟ وي او شيت جاهز؟ او 5 مليون انطقها مثلا، اسمع انطقها بابو المليون. يا جماعه بده يهزمني بهذا الباكج؟ ما راح تهزمني هذا الباكج. انا جالس اطمح اني اكسب هاي السياره البينيفاكتور فيجن افاتار يا جماعه. يا ربي يا رحمن يا رحيم. يا تخيلوا كذا من ضربه اكسبها يا شباب، باكج خطير جدا بيعطيك فلوس نوعا ما. اعتبروا صرفت 500,000 على هذا الباكج الان، اوكي خسرت، بس اسمعوا اي سياره تكسبها راح ترجع اللي خسرته تقريبا. شوفوا السياره الان، هذا اول باكج راح، ثاني باكج الان. يا اخي تكفى السيارة بعدين تفشل لنا، انا ما متابعين والله العظيم عيب يعني. والله عيب ترى بزعل منك. هذه كمان وحدة لعيون باريو. اخر باكج يا شباب، اخر زعلت زعلت خلاص ما زعلت. ما مكان بس يزعل تطلع السيارة الوحدة، شو ريحة السيارة؟ محمود ايه ربحت شيء بالله عليك؟ ما ربحت لا. انت؟ بالله عليك عم لك بالله عليك. ايه والله ما ربحت. انت؟ اقسم بالله ربع عظيم ربحت سيارة انا. كذاب اي وحده؟ والله العظيم ربحت سياره، هي اللي شو اسمها ديفيس 8 مدري شو. اوه ماي جاد. ابو المليون على اليسار بس فتحت 7 محمود. الله يبارك. لازم نسوي لك كنزه نكتب عليها ممكالو جلدني باللعبه. المقطع الجاي يا عفو الله يا محمود، شو حسابي يا عفو الله. ايه بنشوف بنشوف. يا عفو الله اسمع محمود، اتحداك تجيب هاي. اوه اتحداك. اتحداك. طيب طيب طيب. اتحداك محمود. اوكي شايف الباك باك تبعي؟ اتحداك تجيب الباك باك تبعي هلا بالذات. لا عمو منين جايبها انت هي الباك باك تبعها؟ ربحتها من الرولت حبيبي لكان. بالله عليك من الرولت؟ لا والله
من شريتها مليون ونص لما كانت بالبحر. وانت منين جايب الباك باك؟ لا عمر انت منين جايب الباك باك؟ وين مش يا حبيبي لسه معي الباك باك هي كمان. المهم شباب هذا كان مقطعنا اليوم يا جماعه الخير، سحقنا باريو سحق جدا اسطوري يا جماعه، 55 مليون و700 مبلغ مو طبيعي يا جماعه، كم انه كثير والله. اتمنى انكم استمتعتوا معنا اليوم، اذا حابين نسوي هذه الفكره من جديد اكتبوا تحت بالتعليقات لاني احتمال كبير جدا اسويها من جديد، ولكن هذه مره على الروليت مباشره يا جماعه، لان الروليت نحن نعرف انه يكسبنا، بس ايش يكسبنا بالتحديد؟ ممكن افجر باكيجات روليت ب 1000 جراند كوينج 1000 دولار. مستحيل ما تكسب اي شيء من الليجندري، مستحيل. ترقبوا يا جماعه الخير المقطع القادم، لا تنسون اللايك، تشكروا مقدمه المشتركين، يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله، نلقاكم المره القادمه.